ثم ذكر الحجامة. الحجامة وهي سحب الدم من الجسد، سحب الدم، وعادة تكون في الرأس، ويمكن أن تكون في الكتف أو في الظهر أو في الرجل أو في غيرها، وبعض نسميها الفصد. لكن القصد أن الحجامة ذهب في مذهب أحمد أنها تفطر، وجمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر. الجمهور أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري قالوا في الحجامة لا تفطر، وهذا هو الصحيح. ولذا النبي يقول ابن أبي ليلى إنما نهى النبي عن الحجامة إبقاء على الناس، لأن المحجوم يتعب، المحجوم يتعب، خاصة إذا أخرج كمية كبيرة من الدم. تشوفون أنتوا رحتوا تتبرعون في الدم على طول بعد ما تنتهي يقول لك اشرب عصيرا عشان تعوض وتتعب وتدوخ بعد هذا. كذلك الحجامة خاصة إذا كانت في أكثر من مكان أو خرج دم كثير فإن الإنسان يتعب، فعادة يطلب الفطر. وإذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أما الحاجم فإنه في السابق طبعا يمص الدم بفمه ثم يلقيه، لكن قد يبلع شيئا من هذا الدم. الحين الحجامة بدون فم، جهاز ركب هذا الجهاز يشفط الدم، يعني إذن الحاجم الآن لا يقال أنه يفطر الآن، بقي المحجوم. بقي المحجوم قالوا تعرض للفطر لا أنه أفطر يقينا، وإنما تعرض للفطر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله.